محمد وعبد الله، ايه التجربه بتاعتكم؟ هنشوف منحه طعام وصل ال عايز اسمع زينكم من فضلك، اتفضل. نشوف منحه طعام وصل الكهرباء ولا لا؟ هل منحه الطعام يوصل للتيار الكهربي ام لا؟ ها، ايش الموديل عندنا؟ معانا بطاريه، بطاريه واسلاك الملح والترمو، ايش اسمه؟ فولتميتر. تمام كده؟ حلو. عبد الله عملنا ايه؟ حطينا اسلاك في الملح. لا، اول حاجه اتاكدت من توصيل الدائرة مظبوط كده؟ وصلنا الدائرة بطريقه سليمه، وبعدين وضعنا الطرفين داخل الملح دون ان يتلامس، صح؟ بعدين نبص في الحته على مين المؤشر. طيب، هل المؤشر عندنا انحرف؟ لا، ما انحرف. ما انحرف. طيب، لماذا لم ينحرف؟ لانه ما هي عينات حره. احسنت، لا توجد ايونات حره. اذا الاستنتاج؟ الاستنتاج انه ما هيشتغل، ان ملح الطعام الصلب يوصل ام لا يوصل؟ لا يوصل. لا يوصل. لماذا؟ لانه لا توجد ايونات حره. احسنت، توجد ايه؟ لا توجد ايونات حره.